الفرق بين اللقاحين هو شروط التخزين. اللقاح الروسي يتطلب ناقص 20 درجة مئوية، والفاكسان تاع الأستخازينيكا يتطلب من 2 إلى 8. على مستوى اللجنة العلمية مازالهم في صدد دراسة اللقاحات اللي باش نستوردوها، وما كان حتى لقاح لمستبعد إلى حد الآن. يا كاين ثلاث انواع لقاحات كوفيد، كاين 2 الى 8 درجه مئويه، كاين ناقص 20 بالنسبه للقاح سبوتنيك، وكاين ناقص 70 بالنسبه للقاح بيونتيك فايزر. قمنا بالتحضير كل امكانيات لاستقبال اي نوع من اللقاحات، يكون بين 80 و 8 درجة، ولا يكون ناقص 20 درجة، ولا يكون ناقص 70 درجة. سما أي من اللقاحات رانا حاضرين باش نستقبلوه، باش نخزنوه، وباش نوزعوه إن شاء الله. الإمكانيات موجودة على مستوى معهد باستور، وكذا رانا وزارة الصحة تعمل باش توفرها على مستوى 48 ولاية لاقتناء واستقبال ونقل وتخزين أي لقاح كان. عندنا كذلك إمكانيات باش في التوزيع باستعمال مجمدات والكربوغلاس، الثلج الجاف، باش نديروه في العلب باش نمدوه للولايات.